افضل ممثل كوميدي فئه من الفئات اللي كانت موجوده في استفتاء 2019، وكمان كان في عدد كبير من الاسماء. الفائزين كانوا من الشباب الكوميديانات. الحقيقه ان واحد منهم اخذ تصويت اعلى في الالكتروني والاخر اخذ تصويت الاعلى في الورقي. افضل نجم كوميدي بيتقاسمها اولا الفنان محمد سلام. يعني هو بجد ده جسم على الفاضي، المهم يكون قلبه ميت، وانا الحمد لله قلبي ميت وانت عارف والحاره كلها عارف ان قلبي ميت. ايه يا فندم؟ اللوحه دي مش ريمبرانت، دي ريمبرانت على ابوك. عن دوره في مسلسل بدل الحدوته 3 محمد سلام كان النجم الكوميدي الشاب اللي اخذ نص الجائزه. النص الثاني من الجائزة حصل عليه الفنان الكوميديان الشاب حمدي المرغني. بمجرد ان المريض بيحط صوابعه الخمسة على جهاز التاتش ده بيخليني اتكلم مع الفيروس واقدر اخد ودي معاه، وانا اجريت تجربة بالفعل على سمكة فسيخ. سمك الفسيخ ما هو الا سمك بلطي مصاب بالعفن، وكلمت العفن قلت له ايها العفن متى سترحل من جسم تلك السمكة؟ بقول لك ايه؟ على ما انت تلمي الدور بقى وتلمي الليلة اللي انت عاملاها دي هخش انا اغير اللبس بتاع الكشري اللي انت ملبسهولي ده والبس حاجة نظيفة. افضل ممثل كوميدي في 2019 سوبر ميرو. واشيك ممثل كوميدي. حرام صرفت كتير على طب والله العظيم انا شايفه الصرف جدا. الحمد لله. ده من الغالي. بس مش ذوقي. ليه؟ اصل لو ذوق انا مش هاجي البرنامج، مش هيدخلوني المدينه. طب ما انت اللي نقيت اللي نقى الهدوم. صح 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 كده؟ يا سلام استاذه. حمدي المرغني ببارك لك دورك في سوبر ميرو، والحقيقه انت اصلا طلتك في اي برنامج حتى تخليك افضل ممثل كوميدي في ربنا يخليك يا استاذ، ده شرف ليا. لا ده حقيقي. احنا دلوقتي بس قبل ما ندخل في سوبر ميرو احنا عندنا معضله. معضله. إيه احنا هي؟ دلوقتي الجائزه افضل ممثل كوميدي ما بين محمد سلام. عارفه ليه ما جاش محمد سلام؟ ليه؟ لان هو ما عندوش شغل ولا حاجه، وقال لي مش معقوله الناس مش هتصدق ان انا وانت مناصفه، فانا هعتذر بكرامتي ومش هاجي. هو ده اللي حصل. ده ايه التواضع ده؟ ده ايه التواضع ده؟ لا ده ايه التواضع ده؟ ده طب انا هقول لك، هو كان عنده اصوات اعلى في الالكتروني وانت اصوات اعلى في الورقي. هو الالكتروني ده حد بيشوفه؟ الكتروني. انما ورقي ناس موجوده. الورقي تحب انت المستندات بالورق طول عمرك. لا بجد بجد والله العظيم مش كلام برامي. انا محمد سلام صاحبي من زمان جدا، من قبل ما نتعرف وبتاع. سلام بجد بجد هو عارف ان هو اكتر حد بيضحكني، يعني هو عارف ده مش كلام، يعني كل الناس عارفه ان محمد سلام. انا اول ما رحت كان ربيع بيصور في لهفه، كنتش انا معاهم، كنت لسه ما رحتش عملت اللي هو الضيف ده، فرحت لهفه قلت له سلام انا جاي عشان اشوفك انت، انا ربيع صاحبي انا بحبك جدا جدا، كانت علاقتي بيه زماله بس كنتش اعرفه شخصيا. بعد كده بقى انا وسلام لزقنا ببعض. لا فترة هو دمه خفيف قوي وكرييتيف ومبدع وموهوب. الناس ما بتشوفش الجانب ده اللي هو الابداعي. سلام بيحب الشغلانه قوي قوي. يا سلام الناس ما تشوفوش محتك بمظاهر الفن، بمظاهر الحياه الفنيه، بافراح بقى هو علاقته بالفن وبيته. بس مين الاطيب، محمد سلام ولا حمدي المرغني؟ لا محمد سلام فعلا. طيب جدا والله. والله والله يعني هو لما هيطلع مكاني هيقول حمدي طيب طبعا. يعني فانا مديله فرصه يطلع. ماشي ماشي.